لا شك أن العدوان العراقي البغيض على دولة الكويت اللي بدأ في يوم 2/8 كانت الحركة حركة الاتصالات طبيعية، وكانت منظومة الاتصالات الكويتية شقالة، والأقمار الصناعية الكويتية في ملعي شقالة، والهواتف النقالة الكويتية كانت شقالة، وكذلك الهواتف النقالة السعودية. وهذا استمر الأمر إلى حروة أسبوعين أو أكثر، إلى أن بعد 5/8 كذا بدأت يضيق الخناق، وبدأت مراقبة التلفونات الكويتية، بدأنا وخرنا عن استخدام التلفونات الكويتية سواء الأرضية أو النقالة، وبدأنا باستخدام التلفونات السعودية، إلى أن بعدين أيضا سيطروا على، وبدأنا نسمع أخبار أن تم ضبط أشخاص استخدموا مثل هذه الوسائل. فما كان لنا إلا أن نستعين بالأخوة في المملكة، ومشكورين ما قصروا، وعلى رأسهم سمو الأمير الملكي، سمو الأمير تركي الفيصل، اللي كان آنذاك رئيس جهاز المخابرات السعودية، فأمر أحد ضباطه رجل فاضل ولدور بطولي اللي هو الفريق محمد عيد العتيبي، وكذلك ولد عمه، عشان يبين لك ان احنا الخليج يعني اسره واحده ومنبع واحد وارتباط واحد. يعني هذا محمد عيد العتيبي ضابط مخابرات سعودي برتبه لواء، ولد عمه منير العتيبي ابو طلال موظف مدني رئيس قسم الاتصالات السلكيه واللاسلكيه في دوله الكويت. فهم الاثنين استطاعوا ان يجلبوا لنا هذا الجهاز بطريقه خفيه، باستقلال هويات مزورة، كأنهم يعملون في المنطقة المقسومة، المنطقة المحايدة، وأنهم يتبعون شركات النفط، فراكبين على وانيت، الوانيت هذا في خزان خفي، وحاطين الجهاز بطريقة خفية تحت خزان، يعني دبل خزان، وأعلى الخزان هذا فيه حاطين راسين غنم، وحاطين شوار وشعير، وهو ها على اساس علف حق الغنم. وينكم رايحين عيال؟ والله احنا نشتغل في المنطقه المقسومه، ورادين اهلنا بالكويت، معانا ذبيحتين ومعانا علف حق الذبايح، ورادين الكويت عادي، تشيكوا عليهم فدوا هذا ادخلوا هني، سلمونا هذا الجهاز. طبعا وصل الجهاز لنا، قمنا بفتح هذه السياره وقص اللحيم وطلعنا الجهاز، وهو عباره عن جهاز اتصال عبر الاغمار الصناعيه، سوت كيس يعني جنطة حقيبة ملابس عودة ستانلس ستيل، وداخلها فاكس، وداخلها جهاز اللي هو مرتبط مع الانديان اوشن، مكتوب عليه الانديان اوشن، وهو عبارة عن اتصال عبر الأغماص يعني ما يخترق يفترض، ومعه يعني الدش ماله هو عبارة عن أمبريلا مثل شمسية عودة مثل هذه مالت البحر عرفتها، والكيبل مالها كبر الإبهام، فنحط الدش هذا فوق السطح ومتصل مع الجنطة، والجنطة فيها داخلها تلفون وفيها دقم وفيها فاكس وفيها شاشة وفيها سكرين، كله يعني مضبط. من يعرف له؟ أنت يا أبو طلال منير العتيبي، هو اللي ضبط لنا وعلمنا عليه وشون استعماله وشون اتصاله، وكنا وكان هو عصب الحياة والاتصال بين المقاومة الكويتية اللي احنا كنمثل أقوى أو أكبر تنظيم للمقاومة، اللي كان التنظيم يرأسه احنا ثلاثة كلنا رأس هذا التنظيم، اللي هو محمد الفجي ابو مبارك اخونا العود، ومحمد مبارك الفجي ابو خالد، وانا والشيخ عذبي فهد الاحمد. فهذا الجهاز كنا نتصل فيه مع القيادة السياسية في الطائف، وكنا نتصل مع ايضا الخفجي ونبلغهم في بعض المعلومات ونرسل بعض المخططات وبعض الوثائق ونتلقى بعض التعليمات. فكنا احنا على اتصال مع الشرعية، يعني ما نعمل من فراغ، احنا كان اتصالنا ايضا مع الشرعية، انا ذاك في الطائف مع الشيخ سالم رحمة الله عليه، سالم صباح السالم، وغرفة عمليات بحكم ان انا ضابط بالداخل، فكان اتصالنا مع غرفة عمليات وزارة الداخلية في الطائف، وكان اتصالنا ايضا مع الشيخ علي صباح السالم صباح مثامر رحمة الله عليه اللي كان في منطقة الخفجي، وكنا ندخل أشخاص ونطلع أشخاص ويودوا لنا مواد، ونطلع أشخاص مطلوبين للدولة يبونهم هناك يطلعون عشان يساعدونهم في إدارة شؤون بعض المصالح الكويتية في الخارج. وكان الدور الكبير والرئيسي اللي حتى أيضا شهد له في ذلك الجنرال نورمان شوارزكوف رحمة الله عليه، عندما حضر الكويت في زيارة رسمية للتكريم، و طلب مني الشيخ سالم أنا ذاك أني أنا أكون في استقباله في المطار، وفعلا وتحدثنا كثيرا في هذا المجال، وشكر جدا الشيخ سالم والشيخ ثامر
الشيخ الشيخ بوثامر الشيخ علي تكلم عن مفعول ودور وأهمية هذه الوثائق والفاكسات والمعلومات اللي كنا احنا نرسلها من خلال جهاز الساتلايت. فيما بعد عاد ادخلت ايضا لجزء اخرى ويات عن طريقنا لنا، وقمنا فتحنا هذه الصناديق السرية او المخازن السرية وصدرنا احدى الاجهزة، طلب منا نسلمها حق الشيخة امثال لحمد او جهازين تقريبا، والشيخة امثال بعدين سلمت واحد من الاجهزة اعتقد حق ابو مرزوق خالد البدي وتم جهاز عندها، وبعدين عرفنا ان في اكثر من فالاتصالات مهمة. ايضا استذكر بهذا الجانب ان انا تربطني علاقة طيبة مع اخونا فؤاد الغانم، فؤاد الثنيان الغانم، فسألته يا ابو محمد شنو الوسيلة الاتصالات، لانه فهمان وهو رجل يعني عقلية جبارة في مجال الاتصالات، فقلت له في اجهزة في جهاز يسمونه هني جاكوار يقولون موجود بالاحمدي، اتصلوا فينا ناس نبي نجيبه عشان نستخدمه. قال لي دير بالك انحش. شلون؟ كان يقول هذا الجهاز يعتمد على الهب، صح جهاز قوي ويعتمد على الهب. يعني قلت له شنو الهب؟ يعني قال قفزات، يعني اذا بغيت تستكشفه ينط من مكان بس ممكن اختراقه، لان قال ان العراقيين وعنده المام في شركات الاتصالات العالميه ويوما ما كان هو رئيس شركه الهواتف المتنقله، يقول ان العراقيين كانوا شارين منظومه استخبارات وتصنت مع الفرنسيين بانينها لهم في جبل سنام. جبل سنام هذا على الحدود الكويتيه العراقيه، فيقول جبل سنام عباره عن محطه تصنت واتصالات عملاقه، فيستطيعون يكشفون اي شيء. فهونا من استخدام هذا الجهاز اللاسلكي اللي اسمه الجاكوار اللي يعتمد على عمليه النط، ولقينا الجهاز الوحيد اللي قال لا يمكن اختراقه اللي هو جهاز الاتصال عبر الساتلايت هذا اللي دش لنا من خلال المملكة العربية السعودية، اللي ما ننكر طبعا دورها بعد الله سبحانه وتعالى ودور المملكة في تسهيل وتسخير أراضيها وأجواءها وأمورها وتسليحها. وكلمة الملك فهد رحمة الله عليه لن تنسى، احنا والكويت يا نبقى سوا يا نروح سوا، فهذه كلمة خالدة لا يمكن علينا ولا يمكن أن ننساها. في نفس الوقت علينا أن مثل ما ضحينا وضحوا آباءنا وأجدادنا في سبيل هذا المجتمع منذ 400 سنة اليومنا هذا إلى سنة الغزو اللي حافظنا على الوطن هذا بالقالي والنفيس، علينا أن نستمر في الحفاظ عليه ونبعد عنه المخاطر. لكن احنا يهمنا في هذا المجال أن الاتصالات هي عصب الحياة وأهمها في الحياة في كل مجال، في الآن حتى على مستوى غرف العمليات بالجيش بالشرطة بالكذا بالحرس الوطني بالمطارات بالموانئ، الاتصالات شيء مهم، قلب الجهاز النابض وهو اللي يربط كافة الأجهزة وكذا. فكل التوفيق لكم إن شاء الله في خطواتكم.